السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ عدد كبير جدا من الشباب بيكون عندهم حلم السفر سواء كان للهجرة او للعمل، ولكن بسبب ان في ناس كتيرة مش موثوقة في هذا المجال بيتعرضوا للنصب عليهم او انهم بياخدوا قيمة كبيرة جدا من المال ولكن مش بيأدوا الدور اللي هم المفروض يعملوه. يعني نقدر نقول ان في عدد قليل من المكاتب موثوقة تقدر ان انت تعتمد عليها، وفي عدد كبير من الاشخاص والمكاتب غير موثوقين ممكن ياخدوا منك فلوس ومفيش حد منهم يعمل لك اي حاجة. ده كمان ممكن ان هم يضروا الموقف القانوني الخاص بحضرتك لو حبيت تقدم بعد كده في اي دولة، وعلشان كده حبينا ان احنا نساعد في هذا الامر. ودلوقتي من خلال الخدمة الجديدة التي تم ادخالها في ضمن الخدمات التي يقدمها المكتب الخاص بينا، تقدر من خلالنا ان حضرتك بتتعاقد معنا وبنقدم لحضرتك كل الامور والخدمات الخاصة بالهجرة، سواء كانت بالنصائح القانونية من محامين الهجرة او باتمام كل الاجراءات الخاصة بحضرتك للهجرة لدول كتير جدا، وطبعا اهمها دولة كندا. ده بالإضافة لتأمين كل الأمور القانونية الخاصة بحضرتك وكل الإجراءات القانونية بتأمين خاص من مكاتبنا، بداية من البدء في الإجراءات لحد إتمام الأمر بإذن الله تعالى. بالإضافة كمان أن حضرتك من خلال مكاتبنا تقدر تحصل على جواز سفر تاني عن طريق خدمة الاستثمار، وده طبعا بيتم بالتعاون مع كبرى المكاتب التي تقدم هذه الخدمات للحصول على جواز سفر تاني، تقدر من خلاله ان انت تدخل العديد من الدول بدون اي تأشيرة بعد كده، وده طبعا بالاضافة لامكانية الحصول على تأشيرة الامارات والسعودية وروسيا وعدد كبير من الدول. تقدر من خلال مكان واحد فقط ان انت تتمم كل اجراءات السفر الخاصة بحضرتك، وهو شركة موسى للمحاماة والاستشارات القانونية. تقدر دلوقتي تحجز الاستشارة الخاصة بحضرتك مع محامين الهجرة علشان تبدأ فورا بإجراءات الهجرة أو العمل الخاص بحضرتك خارج جمهورية مصر العربية. وحابب أنبه إن الخدمة في الوقت الحالي متاحة ضمن فروعنا في بورسعيد وبورفؤاد فقط، وإن شاء الله قريب نكون موجودين في كل محافظات مصر، ونشوفكم على خير دايما إن شاء الله، ونتشرف بخدمتكم. سلام عليكم.